أحيت وزارة الحكم المحلي اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية بحضور ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والهيئات المحلية والشركاء الدوليين. وفي كلمة نيابة عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أعلن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج عن رصد مخصص مالي من موازنة الوزارة لتمويل 3 مشاريع ريادية على المستوى الوطني لهذا العام. اسمحوا لي أن أزف لكم قرار لوزارة الحكم المحلي وبعد مباركة دولة رئيس الوزراء بتخصيص مخصص مالي من موازنة وزارة الحكم المحلي لتمويل 3 مشاريع ريادية على المستوى الوطني لهذا العام، وسيتم التعامل مع هذه المبادرات بمنتهى الموضوعية والمهنية كما عملنا دوما في التقييم والاعتماد، وسأعمل على تشكيل فريق فني من الوزارات والاتحاد والصندوق للإشراف على حسن تنفيذ هذا القرار. وأوضح الأعرج في كلمته أن هذه الفعالية جاءت بناء على قرار من مجلس الوزراء بتبني توصيات المؤتمر الوطني الأول بأن يكون 15 من آذار من كل عام يوما وطنيا للتنمية الاقتصادية. فقد كان قرار مجلس الوزراء بتبني توصيات المؤتمر الوطني الأول على أن يكون 15 من آذار من كل عام هو يوماً وطنياً للتنمية الاقتصادية المحلية. بدورها قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة إن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة للارتقاء بالهيئات المحلية ودمجها بشكل كامل في عملية التنمية الاقتصادية المحلية. فإننا نطمح إلى الاستمرار في هذه الجهود بهدف الارتقاء بالهيئات المحلية من كونها مؤسسات تقدم خدمات أولية وأساسية للجمهور إلى جعلها شريكة ودمجها بشكل كامل في عملية التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير نظام إقراضي يهدف إلى إيجاد نوافذ تمويلية خاصة للهيئات المحلية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع البنوك العاملة في فلسطين على منح القروض الخضراء والتي تهتم بالمعايير البيئية. من جهتها تحدثت القنصل البلجيكي العام في القدس دانييل آفن في كلمة الشركاء الدوليين عن استمرار دعم جهود الحكومة وسعيها لتطبيق أجندة السياسات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية وضمان تحقيق التنمية في كافة الأراضي الفلسطينية دون تمييز بين المناطق وتصنيفاتها. As the Ministry of Local Governance has established several working groups, Belgium will gladly co-chair the working group on territorial economic development. We hope to facilitate between the ministry and the municipalities on the one hand and the private sector on the other hand. بدوره أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق ضرورة أن تقوم الحكومة بتهيئة البيئة التحتية المناسبة لتشجيع الاستثمار في كافة المناطق الجغرافية وعدم حصرها في مراكز المدن، وتقديم الحوافز التشجيعية للاستثمار الناشئ وتشجيع الشباب والنساء وترويج مشاريعهم على المستوى الوطني. يضع أمام الحكومة التزامات ومهام كبيرة، وعلى رأسها تهيئة البنية التحتية المناسبة لخدمة المجتمع المحلي وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المشاريع لتشمل كافة المناطق الجغرافية وعدم قصرها على مراكز المدن. من جهته أكد رئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد أن من أهم التحديات التي تعيق التنمية الاقتصادية المحلية في فلسطين هو ضعف البنية التشريعية والقانونية الناظمة والمساندة لعملية التنمية وافتقار التشريعات السارية لمحفزات العملية التنموية. إن من أهم التحديات التي تعيق التنمية الاقتصادية المحلية في فلسطين هو ضعف البنية التشريعية والقانونية الناظمة والمساندة لعملية التنمية وافتقار التشريعات السارية لمحفزات العملية التنموية وضبابية برامج وخطط تحقيق النمو المستدام، وهذا يتطلب من جميع الأطراف المعنية الدخول في عملية مراجعة وتحديث لمختلف القوانين والأنظمة المرتبطة بقطاع الحكم المحلي وعملية التنمية الاقتصادية
لتطويرها وموائمتها ومتطلبات التنمية الاقتصادية المحلية. وجرى خلال المؤتمر توقيع إطار تعاوني بين وزارتي الحكم المحلي ووزارة التنمية الاجتماعية في مجال التنمية الاجتماعية الاقتصادية، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحكم المحلي ومعهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس ووكالة التنمية البلجيكية إنيبل لإجراء دراسات المسوح الاقتصادية والتنمية الإقليمية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين مجلس الخدمات المشتركة لزهرة الفنجان واتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية بخصوص الاستثمار في الموقع. سنكون الآن مع الجلسة الأولى والتي تتناول موضوع الجهود الوطنية والإنجازات خلال عام. وتخلل اليوم الوطني جلسات متخصصة في محورين أساسيين، أولهما محور الجهود الوطنية والإنجازات التي حققها الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية وأبرز التحديات. بخصوص التمويل، أنا برأيي التمويل هو المطلوب الأخير في العملية الاستثمارية، يعني الأموال ليست للإعطاء بقدر ما هي للاستثمار والتنمية وزيادة قيمتها وعمل قيمة مضافة. كما وتم افتتاح معرض خاص بالبلديات التي قدمت مبادرات ريادية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية المحلية وتجاربها بهذا الخصوص وأفاق الاستثمار المستقبلي بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وأكدت وزارة الحكم المحلي على ضرورة أخذ مخرجات هذا اليوم بعين الاعتبار والعمل عليها بكل مهنية وخلال فترة زمنية قصيرة. سنأخذ كل الملاحظات، المداخلات، الكلمات، الاقتراحات ونفرغها، لأننا لن ننام على مخرجات هذا اللقاء. وفي الختام تم تكريم كل من ساهم في إعداد وإنجاح هذا اليوم الوطني الفلسطيني.